كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، ألقي عندك آل المصطفى، كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، انت من سال ومن دمع جرى. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله على الغريب المظلوم أسير الكربات وقتيل العبات المذبوح عطشانا على شاطئ الفرات. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. جودي بالدمع فوق خدي، جودي هذه دار صحبنا يا عيوني. ودعوني فأودع الهم قلبي، ليتني مت قبل ما ودعوني، فدعوني أحن طورا فطورا أسكب الدمع في الربوع. دعوني تلك الذكرى تهون لها الرزايا. يعني كل رزية إذا قيست بهذه الرزية فهي لا قيمة لها. تلك الذكرى تهون فهي من أمهات ريب المنون. تركت زينبا تنادي حسينا، حسين يا حسين يا حسين. هي الآية قليلة، شارك شارك كبير. وأبن
ولكن ليس كل ناقة، وإنما الناقة السمينة. لاحظ حتى عندما نستخدم شخص سمين ماذا نقول له؟ نقول فلان بدين. فكذلك هنا هذه الناقة تسمى بدنة. بدنة هي التي يختارها الإنسان كهدي في حج، في الحج، هدي للحج. فلذلك يقول يجب أن يختار من الإبل ما كانت سمينة وجيدة، يختارها سمينة وجيدة، وأيضا من صفاتها أن يختارها من غير مماكسة على الثمن. يعني أن تروح تشتري ما كل هذا يشبيش وطيحني وهذا هالحسي، لا، باعتبار الهدي. لذلك المعروف أنه عند الناس أشياء هذه يتغالون فيها، يتغالون شنو يرفع يعطون قيمة، أسعارها غالية دائما. من الأشياء هذه الهدي، ففي الهدي لها قيمة، ولا يجوز لك أن تذهب وتماكس في ثمنها، وإنما تشتريها وتعظمها باعتبارها شعيرة من شعائر الله، وتعظيم الشعائر له قيمة. يعني مثل أنت عندما تذهب مثلا، أضرب لك مثال، طبعا مثال مع الفارق، مع الفارق الكبير، عندما تذهب وتشتري مصحفا من السوق، ها؟ تقول له بكم هذا المصحف؟ يقول لك مثلا هذا المصحف بفرض قال لك ب50,000، يصير انت تقول ايش دعوة؟ يصير؟ ما يصير؟ لأن هذه كلمة ايش دعوة؟ على المصحف، المصحف، المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تشتري تقول له تأدبا بكم هدية، لأن لا ثمن له، لا ثمن له، بكم هدية هذا الشيء المصحف؟ يقول لك مثلا اعطني كذا، بعد ما تقول ايش دعوة؟ قلت له شنو؟ لا. هذا شنو؟ دليل على تعظيمك لهذا الشيء. كذلك هذه الناقة التي تروح تذهب لكي تشتريها للهدي في الحج، عليك أن لا تماكس في ثمنها، لأن هذه من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله هو دليل على التقوى، تقوى الإنسان. ثم هذه الآية أيضا هذا المعنى يعطيك شيء أيضا في فكرك أيها الإنسان المؤمن، تخليه ثابت دائما. ما هو هذا الشيء؟ دائما إذا تريد أن تعطي شيئا وتقدم شيئا، تقدم أجمل ما عندك، وإلا بطل تترك. خاصة الإنسان المؤمن اللي صاحب النفس العالية الكبيرة، وأكو نفوس كبيرة وأكو نفوس لا والله ما يهمها هذا التصرف، لا، صاحب الإنسان المؤمن صاحب النفس الكبيرة. مثلا أنت في يوم من الأيام تريد أن تكرم أحدا، تريد تعطي مثلا قميص، تعطي دشداشة، مو هذه الدشداشة صارت عتيجة عندك وما تشتهي تلبسها، ورحت صرت خواردة ومؤمن وتريد تعطيها هدية لإنسان أو لواحد فقير، ما تحصل بها شيء هذا، خطأ. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، شيء تحبوا ثمين إلى قيمة. يوم من الأيام جاء أحدهم إلى رسول الله، والله شنو اللي يتصدق عندنا صدقة يا أبا، واخروا عنا فلان شنو جايب تمر إلى رسول الله، جاب التمر إلى رسول الله، يا رسول الله تصدق بهذا التمر عني وعن والدي وعن أمواتي، يا أبا لي خير إن شاء الله، جزاك الله خير. جاء الرسول كشف عن التمر وإلى حقه، التمرات الزينة ملقطها وين عازلها؟ للبيت عزلها. وأما هذا التمر الحشر جابه لمن؟ الأفندي يريد يصدق. النبي كان معه بعض من أصحابه، قال لهم أيها الناس لو أعطى هذا لأمه وأبيه أيأكلونه؟
مر عليك ابويا على وادم هذا يريد ينطي الامه وابويا ياكلون منهم. ايش قالوا؟ يعني حقيقه هم استحوا وما تنقدر. قالوا لا يا رسول الله والله ما يمكن تصدق ابويا تصدق هذا ما يمكن. قال افالله اهون عليه من امه وابيه؟ ايش جاب هنا الله كلمه الله؟ لان بالقران الله هو الذي ياخذ الصدقات. يا مؤمن انت صدقه، لا تتوقع ان الفقير هو الذي يستلم الصدقه، لا، الصدقه اول ما تقع في يد من؟ في يد الرب. فيقول النبي افالله اهون عليه من امه وابيه؟ هكذا تجد يعطي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا العطاء لله يجب أن يكون يختارها سمينا. كثير من الناس مثلا هو عنده في المناسبة نذر وما أدري شنو على مدى الرقص، قال يا أبا روح روح شوفونا في الطلق يعني ايش طلق طعطع كوز الحين يصير جيبه ونذر نذر نذر لله. أنت تحسب هكذا حساب؟ لا، تقول أنت تختار بلا نظر إلى المادة أو غيرها. وهم كل ما كان غاليا كل ما كان عند الله أفضل. فإذا البُد في الرأي الثاني أو الشعائر في الرأي الثاني هي البُد، وهذه أيضا آية القرآن. والبُد كما قلنا جعلها من شعائر الله. ونرجع للآية نقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما الرأي الثالث يقول الشعائر معالم دين الله. معالم دين الله ما المقصود بها؟ مقصود بها الأمور التي هي ذات معنى وقيمة تذكرك بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قراءة القرآن. قراءة القرآن أيها الأخوة هذه أيضا من شعائر من معالم دين الله. من معالم دين الله. الناس المؤمنون يجب أن يرفعوا هذه الشعيرة، يرفعوا ذكر الله. إذا تدخل في قرية أو في مدينة هم مؤمنون يجب أن تسمع فيها قراءة القرآن من البيوت. النبي روحي له الفداء ولذكره الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. لماذا؟ يقول فإن قارئ القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وورد البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. فإذا هذه من شعائر من معالم دين الله قراءة القرآن. احنا في هذا الوقت للأسف الشديد في هذا الوقت كثير من الناس يعني في بعض المناطق يفرضون على الجامع أو الحسينية يقولوا له أنت لا تأذن الفجر أو لا تقرأ القرآن الفجر. طبعا انت لعله تقول يعني ربما نادره، ويا مو نادره هاي في النجف الاشرق، النجف الاشرق هذه القضيه اماكن مهمه. صدقني اللي عندما تذهب الان الى مسجد الحنانه، مسجد الحنانه اذهب اليه، هذه الايام لا يقرؤون القران راسا يؤذن المؤذن لان الناس ما يعجبهم. ولعله حتى هذا الشيخ منتظر موجود في الجامعة الدينية، الجامعة الدينية أيضا الناس يفرضون أنه لا تقرأ القرآن، ناس نايم الفجر يقعدون هذول اللي أصحاب
التأثير وهم عنده علاقات بالدولة وغيرها من الأمور. وإحنا نريد الله يرحمنا، نقول اللهم ارحمنا برحمتك. أهو هيك مجتمع الله سبحانه وتعالى رحمه هيك مجتمع. فإذا عندما نقول قراءة القرآن من معالم دين الله، نجلس مثلا في فاتحة، فاتحة يقرأ القرآن ونحن نتحدث، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نحن نسمع القرآن. أو عندما تفتح التلفاز إذا قرآن مستعجل، بس خلي خلص القرآن يلا خلص حتى نشوف المسلسل. إيش دعوة اليوم؟ إيش قد حاط القرآن على مسلم هذا؟ فإذا الرأي الثالث يقول الشعائر هي معالم دين الله. الذي يحترم القرآن ويقدر القرآن ويعظم شأن القرآن فذلك دليل على التقوى، هذا إنسان متقي. طبعا لماذا قال فإنها من تقوى القلوب؟ لأن التقوى هي من أفعال باطن الإنسان داخل الإنسان، ليست من أفعال الجوارح. تقوى الإنسان، والتقوى هي التي تقيم العمل، تعطي للعمل قيمة، لأن العمل في الخارج هو حركات. الصلاة عبارة عن حركات، وعبارة عن ماذا؟ أذكار، حركات وأذكار. ما الذي يجعل الصلاة لها قيمة عند الله؟ إذا كانت مقبولة. ولا تقبل إلا ممن؟ من المتقين. لاحظ، إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. الصلاة لا تقبل من العبد إلا أن يحترمها، يعظمها. ومتى ما عظم الصلاة فهو دليل على تقوى قلبه. وقلنا إن الأعمال لا تقبل إلا بالتقوى. إذن التقوى في داخل القلب هي التي تجعل للعمل قيمة، تجعل للعمل قيمة. هذا أخفض واحد من الذين يفكرون بفكرة، يسرق شيئا يستفيد من عنده ويتصدق بالباقي. قالوا له أنت لماذا تسرق ولماذا تسرق؟ قال أنا إذا سرقت سيئة، والسيئة الله سبحانه وتعالى بواحدة، يعني سيئة بسيئة. وأما إذا تصدقت أنا أحصل عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. شلون حساب حاسب؟ فأنا عندما أتصدق أطلع الفرق مال السرقة، أطلعه وش كان يصفالي؟ شو ثمانية سبعة؟ هذا حساب. قال أبويا ما قبول الأعمال مو هالشكل. قال ليش؟ كيف تقبل الأعمال؟ قالوا له قبول الأعمال مرهون بالتقوى. هو سارق عند تقوى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الرأي الثالث كما قلنا، الرأي الثالث هو معالم دين الله. قلنا مثلا من معالم دين الله القرآن، الصلاة، احترام الصلاة، احترام المساجد. وأهم شيء هو احترام شعائر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أهم شيء واقع، لأن هذه الشعائر لها فضل على الدين. لكل متتبع ولكل منصب هذه الشعائر، هذه المجالس، هذه القراءة، هذا اللقب له فضل على الدين، على تثبيت الدين. لذلك أحد علمائنا يقول أما والله لولا هذه المجالس ولولا أعواد هذه المنابر لما قام للدين عمود وما اخضر له عود. عجيب، يعني أين ذهب جهد العلماء والفكر والكتب حتى يقول أما والله؟ يقسم عارف كبير من علمائنا، يقسم يقول أما والله لولا هذه المجالس وأعواد هذه المنابر لما قام للدين عمود ولا اخضر له عود.
صحيح، تفكير صحيح، والرجل منصف ودقيق جدا بهذه القضية. ولذلك علينا أن نشعر بقيمة هذه المجالس. لماذا؟ لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. لا تأتي للمجلس وأنت لا تهتم به. بعض المؤمنين، حقيقة بعض المؤمنين لا يدخل إلى مجلس الحسين بلا وضوء، هذا إلى قيمة. الشيخ بالشيخ يذكر الشيخ عباس القمي، الشيخ عباس القمي كتب كتاب هذا مفاتيح الجنان، هو كتاب معروف، لكن عجيب هذا السر، كتاب مفاتيح الجنان عجيب. كيف أنه عجيب؟ لأن كل مؤمن لا يستغني عنه، كل مؤمن تلقى عنده القرآن، تلقى عنده مفاتيح الجنان، مع أنه ليس الوحيد في كتب الأدعية. ليش ما في كتب الأدعية غير مفاتيح الجنان؟ أكو هواي، لكن هذا كتاب مفاتيح، أنت شوف شقد يطبع كل سنة من مفاتيح الجنان. لماذا هذا الكتاب بهذه الأهمية؟ هذا تدير الشيخ عباس القمي، أعلى الله مقامه بالنجف الأشرف، وزيارة أمير المؤمنين لا يستطيع أن يصل إلى الإمام، مريض واقف على الحائط متألم. جاءه أحد سلم عليه قال السلام عليكم شيخنا، قال عليكم السلام، قال ما لي أراك حزينا هكذا، قال لأنني لا أستطيع أن أذهب أوصل إلى أمير المؤمنين. قال أنت انظر إلى الزوار ماذا يحملون معهم وهم يدخلون إلى أمير المؤمنين، شايل من يحملون مفاتيح الجنان. قل له أنت يا شيخ مع كل زائر، أنت يا شيخ مع كل زائر. ليش؟ أولا عندما كتب هذا الكتاب ابتدأه وقرنه بذكر فاطمة الزهراء. أنت شيء إذا ربطته بالزهراء تخاف عليه بعد، ربط بمن؟ بالزهراء. الأمر الثاني، كان لا يكتب حديثا إلا وهو متوضئ، ولا يجلس في الكتابة إلا وهو مستقبل للقبلة، ويجلس باحترام وبتقدير. هي الآية، مضمون الآية ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا المعنى. لذلك بسبب هذا الاحترام والتقدير والتعظيم جعل الله ذلك الأثر لهذا الكتاب العظيم، واقع كتاب عظيم. فإذا تعظيم الشعائر له أثر. فإذا في مجالسنا أيها الأحبة دائما احترم هذا المجلس، احترم، ربينا على هذا، ربينا على هذا الشيء، لأنه واقع أهلنا من درسونا وعلمونا، قالوا لنا هذا مجلس الحسين تعلمناه منهم، واقعا له قيمته في كل شيء. يا ما عندهم حوائج اهلنا واحنا صغار، والحوائج وين رموها؟ في مجلس الحسين. والله سبحانه وتعالى كم من مريض شفي في مجلس الحسين، وكم من حاجة قضية، وكم من أمر متعسر يسره الله تحت ببركة منبر الإمام الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا أيضا يرجع إلى عطاء الإمام الحسين الكبير، روحي له الفداء، لأنه ترك الدنيا وما فيها وخرج من أجل الدين، ومن أجلي ومن أجلك ومن أجل الأجيال كلها إلى قيام الساعة. حسين هكذا، تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني بالبيض إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نعم، هذا هو الحسين سلام الله عليه. فترك مدينة جده رسول الله، وترك من ترك وما ترك، وتوجه من أجل الله مجاهدا في سبيل الله، يذهب إلى زيارة قبر جده المصطفى
ومن ثم إلى قبر أم الزوايا. الله شلون ودع ودع تقل أنا الوعايا قلت يا حسين يا ابني أنا Yeah.
كثير وصلونا بالدعاء لشفاء مرضاهم، وأكيد الدعاء إذا كان بلسان غيرك مستجاب. فأيها الإخوة، ادعوا الله بقلوب خالصة ونيات طيبة من أجل شفاء المرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم شافي كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين، لا سيما من أوصانا للدعاء المرضى. اللهم شافهم وعافهم والبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم اقضي حوائجنا بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم انصر المؤمنين المجاهدين على ثغور هذا البلد. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا يسيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم يا قوي يا عزيز، برحمتك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم من أقام لهذا العزاء الشريف تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، وإلى أرواح أمواتهم مع أموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان والدين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. تظل زهرة وتظل ريحانة إلا ببحور الدماء غرقانة. عاد في ساعة الزفاف ناية، وما بالخيمة وفكرها هاية، عاد محدور بجبين الصارة والنواعي بقيتها شاية. يبكي الحجار طول العمر، طول العمر.
Yeah.
يوم الحشر انت الامل تحضرني لو جاني الاجل يوم الحشر
جلي بهاي الأرض مليانة بالمواد الغادرة الخوانة، ما تظل زهرة وتظل ريحانة إلا ببحور الدماء غرقانة. هذا في ساعة الزفاف ناية والله بالخيمة وفكرها هاية، هذا محدور بجبين الصارة والنواعي يا بقية هاشة، واللي يكسر ظهري بأحزانة والفضل من تنقطع ذرعانة، ما لقي عندك آل المصطفى. يا كربلا يا كربلا من دم سال ومن دم جرى، يا كربلا يا كربلا كم على توبك لما صرعوا، يا كربلا يا كربلا شايف مصاب اللي ما حد شافه من عوادي بن سعد وسيافه، جسمي عاري والجروح الحافه، عايف الدنيا وشمر ما عافه، يمتثل فوق الصدر بن عالة والعلية للأرض ميالة، دافع وداجي وراسي شالة، يرتفع متشهر بعسالة، للخيام يلف المهر بهتافة، صابغ بدم النحر أعرافة، من دم سال ومن دم جرى. كربلا يا كربلا يا كربلا، كربلا لا زلت كربا وبلا، كربلا يا كربلا يا كربلا، من دم سال ومن دم جرى. كربلا يا كربلا يا كربلا، يا مصيبة من زمن معلومة والمشاهد من قبل مرسومة، من مآسي فاطمة المرسومة، من علي وراسه ومن علي. الله أكبر، فرح العباس وقال هيلة خبيث، فرح العباس وقال هيلة خبيث، أنا كفيلة محد يجيلة، أنا كفيلة محد يجيلة، شوف إيش أسوي بكلمة اللي يطلب التوبة. يا علي والله أكبر، يا علي الله أكبر، لقد كان في يوم
Thank you.
وكلمة البلد في اللغة تطلق على القطعة من الأرض أو المساحة من الأرض، سواء كانت هذه المساحة مقبولة أو مسكونة أم لا تكون كذلك، تسمى بلد. وهنالك رأي آخر يقول أن المساحة الكبيرة من الأرض تسمى بلدا، البلد في الأصل. ثم نقل هذا المعنى، نقل هذا المعنى إلى القرية. أنت تقول فلان أنت من أي بلد؟ ما المقصود بالبلد؟ البلد هذا المتعارف عليه بحدود معينة وبسكن معين وبشرائط معينة. القرية يسمى بلد، ولكن في الأصل هو القطعة من الأرض أو المساحة من الأرض. وهناك كثير باللغة من هذا القبيل، يعني شبه من أي قبيل، ينقل معنى أو ينقل لفظ من معنى إلى معنى آخر، يسمونه في اللغة المنقول. وقد يهجر المعنى الأصلي، والمعنى الأصلي ينسي. مثل كلمة الصلاة، هل لفظ الصلاة هذا هو لفظ أصلي بالنسبة لهذه العبادة؟ لا، وإنما كلمة الصلاة لفظ الصلاة بالأصل بمعنى الدعاء. الصلاة بالأصل شو معناها؟ الدعاء. ثم نقلت إلى هذه العبادة المتضمنة لهذه الحركات وهذه الأفكار، فسميت هذه العبادة صلاة. فهجر المعنى الأصلي حتى يكاد أن ينسى. أحد بعد ذلك الصلاة بين الوجه إلى هذه العبادة. وحتى كلمة الحج، الحج بالأصل القصد، تقول عجزت إلى مكان كذا أي قصدت إليه، ولكن الآن هذا المعنى نقل منها أراد الأمر، نقل إلى معنى جديد آخر، وهو هذه العبادة المعروفة. فكان القصد هو حج بيت الله أو الذهاب إلى بيت الله بهذه العبادة أو بهذا الشكل من الشرائط والأجزاء المعروفة. إذن كلمة البلد في الأصل هي قطعة من الأرض، ثم نقلت استخدمت للقرية. وهذا الاستعمال الذي استعمله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم أطلق على مكة البلد. فيقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وفي آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. عندما قال وهذا البلد الأمين لم يقصد قطعة من الأرض، وإنما تكريما مكة المكرمة. وهذا يسمى منقول عرفي، لأنه بعض الأحيان المنقول إذا نقل بالشارع يسمى منقولا شرعيا، اما اذا نقله الناس يسمى منقولا عرفيا. اذا الايه تقول: والبلد الطيب. البلد الطيب طبعا هنالك كما تعلم ان الارض هذه تختلف من حيث قيمتها أو من حيث خصوبتها وفائدتها للإنسان، ومن حيث عدم الخصوبة أو السبخة. فهذه الأرض الطيبة تعطي يعني نتاجاً وفيراً للإنسان، وتلك الأرض لا تعطي النتاج. ومن هنا ابن عباس يقول: هذا المعنى استخدم للمؤمن وللكافر، واستخدم للفاجر
وإرباب. كيف؟ لأنه مثل الإنسان المؤمن بالأرض طيبة، ومثل الكافر بالأرض السبرة. كيف مثله؟ قال لأن هذه الأرض الطيبة عندما تؤتي السماء مطرها عليها تخرج النبات الطيب والبرود وغيره المطر. وأما تلك السبخة لو أنها مطرت ليل ونهار تذهب إلى صبح اليوم وخلي الدم مطر منها إلى ما شاء الله، تتأثر هذا القرون؟ فإذا يقول هذا مثل مضروب للمؤمن والكافر. كيف أن المؤمن عندما يقرأ القرآن ينفعل الذين إذا ذكر الله شذروا وجلت تأثر فعلوا. هنالك شخص يذكر الله ما يذكر الله مثل الوهابية اليوم، الوهابية يقرؤون القرآن بكثرة وأبدا يقرأ القرآن، ولكنهم مثل الأرض السبخة مهما مطرت عليها السماء لا يتأثر ولا تنتج ولا تؤتي أكلها. وهذه الفئة تشبه فئة تسمى فئة الخوارج التي ابتلي بها الإسلام. أخبر عنهم رسول الله قال يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز سراقيهم. يقرؤون القرآن لا يتأثرون به. فإذا ابن عباس يمثل الأرض الطيبة للمؤمن لأنه عندما ينزل عليه أو يتلقى القرآن يستفيد منه، وأما الكافر مثل الأرض السبخة عندما ينطق المطر عليها لا تتأثر. إذن هذا بمعنى الطيب والبلد الطيب. ثم يقول يخرج نباته بإذن ربه. طبعا هذه المقدمة قلنا أن الأرض إذا كانت طيبة خصبة، ولكن ليس كل شيء هذا أن تكون الأرض خصبة طيبة كل شيء خلص تنبه، لا. وليس أن الإنسان يكون هو طيب وصالح حتى يستفيد وحتى يوفق للنتيجة المرجوة، لا. إذا هنالك توفيق إلهي، توفيق إخوان شو يتقدمون رحم الله من ذكر قال آل محمد. قدم هو هذا الكلام كبير فينا مجاك الله. أحسنت صلى على محمد وآل محمد. وذا عقلك وطيبك وذهبت من هنا وبعد تعالى
فلذلك الإنسان
إذا جاهد النعمة ما هو
أبى واستكبر وكان منا من الجاهل. هل هو منكر بوجود الله؟ ومع أن ولكنه لم يطع أمر الله سبحانه وتعالى. تارك الصلاة تأخذ المؤمن بما فيه حتى إن شاء الله إلى روح تارك الصلاة يكون من نفسه. تارك الصلاة أيها الأخوة مؤمن كافر؟ كافر. إذا الإمام الصادق ما بالك تسمي تارك الصلاة كافرا ولا تسمي الزاني كافرا؟ ما يصيبها أكثر، زاني زاني. لماذا لا تسمي كافرا؟ قال هذا إنما أتى الزنا لمكان الشر شيء غلبه أتى، لكن هذا لماذا؟ عسى أمر الله ولم يصلي. هل هناك شر؟ هل هنالك داعي؟ هل هنالك امر يعني يجعله يرتاح تحت الصراط؟ الامور كافر. فاذا الكافر درجه الكفر درجات كثيره، وكل منها انكار النعمه. فاذا الشكر ايها الاحبه يعبر عنه يقولون الشكر المنعم واجب عقلي. يعني شنو واجب عقلي؟ يعني ما يحتاج لما كان العباس أخذ يده ونادى بالعقيل.
أرسل إلى العباس أخي عباس قال فقبل وترى قال اذهب إلى أختك زينب وأخبرها بما بالرحيل لأنه عندها رفع راسه ونده يا صاحب الناس لوم ساعة وعشرة يا عباس خلوا عن قبل ما تسمع الناس وعلينا علينا لهم خرجت الجنة
أنا أدري تروح رجالي والمطايا ترتحل بعيالي وابقى فيهم والزعافة وصالي تمشي عني زينب بلا والي آخر أيام الشمل هالحومة والليالي من عقب مشومة كم على تربك لما صرعوا بلا يا كربلا من دم سال ومن دم انجرى بلا يا كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا بلا يا كربلا